بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دروس مادة العلوم. إن شاء الله النهاردة هننهي منهج العلوم وهناخد آخر درس في منهج العلوم. كنا بنتكلم الحصة اللي فاتت عن وحدة اسمها التنوع والتكيف في الكائنات الحية. النهاردة هنشرح درس اسمه التكيف وتنوع الكائنات الحية. ليه الكائنات الحية بتحاول ان هي تتكيف مع البيئة اللي هي عايشة فيها؟ علشان حاجات كتير، ابسطها ان الكائن يقدر يعيش في البيئة اللي هو موجود فيها دي. طب ايه يا مستر لو ما حصلش تكيف للكائن الحي ده هيحصل له ايه؟ الكائن الحي اللي ما يقدرش ان هو يتكيف مع البيئة المحيطة بيه ينقرض، زي الديناصورات. الديناصورات ما قدرتش، على الرغم من انها لها اجسام عملاقة، ما كانش حد يقدر ان هو يقتلها مثلا او ان هو يطغوا عليها يبقى اكبر منها. على الرغم من كده ما قدرتش ان هي تتكيف مع البيئة اللي كانت موجودة فيها، فحصل لها انقراض، يعني اختفت من على سطح الارض. طيب النهاردة ان شاء الله هناخد حاجة جديدة اسمها ملائمة بعض الكائنات الحية للمعيشة. يعني ايه ملائمتها للمعيشة؟ عارفين الجمل؟ تمام، تعالى كده نشوف قدم الجمل. تلاحظ ان قدم الجمل بتبقى عريضة ومفلطحة وتنتهي بخف. الخف ده بيبقى عريض ومفلطح وله جلد سميك. هو الجمل المفروض بيمشي فين؟ ده احنا بنسمي الجمل سفينة الصحراء. يعني الرمال اللي بيمشي عليها دي، ده ممكن رجليه تغوص فيها لو هي القدم بتاعته كانت صغيرة. فربنا سبحانه وتعالى خلق له القدم بتاعته دي قدم مفلطحة عريضة علشان رجليه ما تغوص في الرمال. يبقى ده نوع من التكيف، وإلا ما كانش يقدر ان هو يمشي في الصحراء. لو شايف الأكل بتاعه بعيد مش هيقدر يوصل له، رجله هتغوص في الرمال ومش هيقدر يوصل. يبقى ده نوع من أنواع التكيف. طيب تعال كده نشوف السؤال ده بيقول لي علم تنتهي قدم الجمل بخف عريض مفلطح. طيب ليه بقى؟ تعال نشوف، ليتمكن من المشي على الرمال وعدم الغوص بها، علشان يقدر يمشي على الرمال ورجليه ما تغوص في الايه؟ في الرمال. طيب تعال كده نشوف حاجة كمان، القدم بتاعت الحصان. قدم الحصان انا اقدر اقول ان هي بتنتهي بحافر قوي. الحافر ده ليه بقى؟ يساعده على انه يقدر يجري على الصخور. تمام كده؟ يبقى لما يقول لي علل تنتهي قدم الحصان بحافر قوي، اقول له ليتمكن من الجري على التربة الصخرية. في سؤال كده ممكن يجي لك، ماذا يحدث اذا تبادل كل من الجمل والحصان في الاقدام بتاعته؟ يعني لو الحافر ده موجود عند الجمل والخف ده موجود عند الحصان، كان ايه اللي يجرى؟ ايه اللي يحدث؟ طبعا لا يستطيع كل منهما التكيف مع ظروف البيئة اللي هو موجودة فيها. على الرغم من كبر حجم الجمل ده ما بيغص في الرمال، علشان القدم بتاعته بيبقى مفلطحة. طب لو ادناله بقى الحافر ده صغير، هو قوي بس حجمه صغير، فلو هو موجود في رجل الجمل يبقى هتغوص في الايه؟ في الرمال. تمام كده؟ طيب تعالوا كده نشوف مع بعض ما معنى كلمة تكيف. يعني ايه كلمة تكيف اللي هي الملائمة اللي احنا بنقول عليها دي؟ التكيف معناه تحور في سلوك الكائن الحي. ده ممكن الكائن الحي مفيش حاجة في جسمه تحصل، بس سلوكه. يعني ايه سلوكه؟ يعني نشاطه اليومي ممكن يتغير، او نشاطه السنوي ممكن يتغير، هنشوف دلوقتي، او تركيب جسمه زي ما احنا شفنا دلوقتي قدم الجمل وقدم الحصان، ده جزء من تركيب ايه؟ جسمه. مش كده وبس، او الوظائف الحيويه لاحد اعضائه حتى يصبح اكثر تلاؤما مع البيئه التي يعيش فيها. يعني ممكن هنا وظائف اعضائه، كل عضو موجود في جسم الكائن الحي مسؤول عن وظيفه معينه. الجلد ده مسؤول عن وظيفه معينه، تمام؟ المعده مسؤوله عن وظيفه. طب لو حصل تحور، يعني بدل ما الخليه او النسيج او العضو ده مسؤول عن الوظيفه دي،
فبيتحور وينتج حاجة جديدة. هنشوف في الأمثلة دلوقتي. يبقى ده اسمه تكيف، تمام؟ يبقى التكيف أنا عندي كده ممكن أطلعه من التعريف ثلاثة: تكيف سلوكي اللي هو تغير في سلوك الكائن الحي، تكيف تركيبي اللي هو تكيف في أحد تراقيب جسم الكائن الحي، تكيف وظيفي اللي هي تغير وظيفة عضو أو نسيج أو خلية للكائن الإيه؟ الحي. يبقى أنواع التكيف ممكن نقول تكيف تركيبي، تمام؟ ممكن نقول تكيف وظيفي، ممكن نقول تكيف سلوكي، تمام كده؟ طيب تعالى كده نشوف يعني إيه كلمة تكيف تركيبي. تكيف تركيبي يعني تحور في أحد تراقيب جسم الكائن الحي، اتغير تركيب من تراقيب جسمه. ليه؟ علشان يقدر يلائم البيئة التي يعيش فيها. زي إيه؟ زي قدم الجمل وقدم الحصان. قلنا لو قدم الجمل مش بالشكل ده ما كانش هيقدر يمشي على الرمال، لو قدم الحصان مش بالشكل ده ما كانش يقدر يجري على التربة الصخرية، تمام؟ طيب تعالى كده نشوف التكيف الوظيفي. تكيف وظيفي يعني تحور في أنسجة وأعضاء جسم الكائن الحي. ليه؟ لو قال لي علم أقول له لتقوم بوظيفة معينة، في وظيفة ربنا سبحانه وتعالى هيئها إن هي تقوم بالوظيفة دي. مثل إيه؟ إفراز السم في فم الثعابين. كلنا عارفين الفم وظيفته إيه؟ انت عندك حاجة كده في الفم اسمها حلمات التذوق، دي لها القدرة على التذوق. عندك افراز اللعاب، ما دي وظيفة برضه موجودة في الفم. لكن لما يتحور، خلي بالك بقى، فم الثعبان علشان يفرز سم، ده تكيف ما كانش موجود، تمام كده؟ يعني مش من الوظيفة الأساسية لفم أي إيه كائن حي. طيب برضه إفراز العرق في جلد الإنسان، يبقى إفراز العرق في جلد الإنسان، إفراز السم في فم الثعبان، طيب زي إفراز الإيه؟ السم. طب تعال نشوف بقى التكيف السلوكي، تحور في سلوك الكائن الحي في أوقات معينة من اليوم أو السنة، مثل هجرة الطيور. الطائر مفيش حاجة في جسمه اتغيرت، تمام؟ مفيش حاجة في أعضائه هتغير وظيفتها، لكن سلوكه هو اللي اتغير. كان بيعيش طول السنة في مكان محدد، المكان ده أول ما بقى بارد، يعني درجة الحرارة منخفضة والغذاء بقى قليل، ابتدى يهاجر ويروح لأماكن أكثر دفئاً وضوءاً علشان يقدر يتغذى ويقدر يتم عملية التكاثر. طيب ولما المكان اللي كان فيه الأصلي بقى يرجع تاني، بقى درجة حرارته مناسبة والبيئة بتاعته مناسبة لمعيشته، يقوم يعود مرة أخرى. يبقى ده سلوك هو اللي اتغير، زي بعض مثلا الطيور أو الحيوانات اللي ممكن تنشط نهارا أو تنشط ليلا. عندنا الخفاش نشاطه، يعني إيه نشاطه؟ يعني قدرته على اصطياد الفرائس بتاعته بتبقى أكبر بالليل، يبقى ده نشاط في وقت معين من اليوم، وممكن في وقت معين من السنة زي هجرة الطيور، تمام؟ طيب تعالى كده نشوف حاجة كمان، ايه هي اسباب التكيف؟ ليه الكائنات الحية بتتكيف مع البيئة؟ زي ما قلت لك كده في بداية الحصة او في بداية الحلقة، لو ما حصلش تكيف للكائن الحي هيموت، مش هيقدر يحصل على الغذاء بتاعه، تمام؟ طيب يبقى اول حاجة تأمين الحصول على الغذاء. لو ما قدرش انه يتكيف مش هيقدر. الجمل برجليه دي لو كانت رجليه ارفع زي رجل الحصان كده ما كانش هيقدر يوصل للغذاء بتاعه وهو موجود في الصحراء. او حاجة كمان، ها، الهروب من الأعداء. الهروب من الأعداء، خلي بالك في بعض الكائنات الحية بتتلون بلون البيئة اللي عايشة فيها، زي ما خدنا في ابتدائي، تمام؟ في بعض الكائنات الحية بتتشبه بلون البيئة اللي موجود فيها، فعلشان تعمل ايه؟ علشان تهرب من الايه؟ من الأعداء، تمام كده؟ زي ايه كده؟ زي الفراشة دي. الفراشة دي انت يمكن ما انتش شايفها لان ده جزء من الساق، تمام؟ الجزء الكبير ده في فراشة بقى هنا في النص واخدة نفس الشكل بتاع ساق النبات،
فايه هتقول لي يا مستر انا مش شايفها، اقول لك ما هي بتتشبه بلون الحاجه اللي واقفه عليها علشان تهرب من اعدائها واعدائها ما يشوفوهاش ويفترسوها. ها تمام كده. طيب تعالى كده نشوف حاجه كمان اللي هو التكيف وتنوع الحركه في الثدييات. دي احدى صور التكيف اللي هي الحركه في الثدييات. هو كل الثدييات، ما معنى كلمه ثدييات الاول؟ ثدي يعني حيوان يلد، تمام؟ طيب الثدييات الحركة بتاعتها اللي هي الأطراف الأمامية والأطراف الخلفية أو السفلية مش واحدة، أنت عندك إيدين وعندك رجلين، مش كل الثدييات تمتلك إيدين. طيب أنت تعرف إن العظام اللي موجودة في جميع الثدييات المفروض تركيبها واحد، يعني أنت عندك عظمة هنا اسمها عظمة العضد، وهنا عظمتين اسمهم عظمتي الساعد، هندرسهم بعد كده، وهنا في عظام اليد، أهو العظام دي مشتركة في جميع أنواع الثدييات. هتقول لي أمال إيه اللي بيخلي الأطراف الأمامية تتغير؟ أقول لك الكساء الخارجي بقى اللي بيحيط بالإيه؟ بالعظام دي، فبتتحاول إن هي تتأقلم مع البيئة اللي هي عايشة فيها. ده دولفين المفروض ان هو بيعيش في الميه، مش محتاج ايد زي ايدك، انما محتاج اللي مجاديف وزعانف علشان يقدر يعوم في الايه؟ في الميه. يبقى تحورت الاطراف الاماميه الى مجاديف. السؤال ده ممكن يقول لي علل ليه؟ اقول له لاداه وظيفه العوم علشان يقدر يعوم. طيب تعالى كده نشوف القرد. القرد تحس ان الاطراف الاماميه ايديه طويلة والصوابع بتاعته طويلة اطول من الاصابع بتاعتنا وايده اطول من الايد بتاعتنا. ليه؟ هو القرد ده بيعمل ايه؟ بيتسلق الاشجار ويقدر كده يقفز من شجرة الى شجرة اخرى، فلازم حاجة تساعده على اداء الوظيفة دي اللي هي الايد الطويلة دي والاصابع الطويلة. السؤال ده ممكن يجي علل برضه يقول لي استطالة عظام الاطراف الامامية والاصابع في القرود، اقول له ليه؟ لتلائم التسلق والقبض على الاشياء، يقدر يتسلق ويقدر يقبض على الافرع والاشياء اللي هو محتاجها. طيب تعال نشوف كمان نوع من انواع التكيف في الحركة، الخفاش. هتقول لي يا مستر ده العنوان اسمه التكيف وتنوع الحركة في الثدييات، يعني الحيوانات التي لا تلد. هو الخفاش ده مش طائر؟ لا مش طائر، الخفاش حيوان ثدي يلد، ده الحيوان الوحيد اللي يقدر يطير، تمام؟ طيب بس الأطراف الأمامية بتاعته اللي المفروض كانت تبقى ذراع تحورت إلى إيه؟ تحورت إلى أجنحة. ليه؟ لأداء وظيفة الطيران. يبقى السؤال ده ممكن يجي علل يقول لي الخفاش تحورت الأطراف الأمامية فيه إلى أجنحة، أقول له لأداء وظيفة الطيران أو لتلائم وظيفة الطيران. ده كان التكيف والتنوع في الثدييات. فاضل لنا بس كده التكيف في الحصان. الحصان القدم بتاعته زي ما كنا بنقول من شوية فيها حافر قوي، ده مش كده وبس، ده المفروض ان الحصان زيه زي اي ثدي المفروض يكون ليه اطراف امامية واطراف خلفية او الاطراف السفلية. في معظم الثدييات بتبقى الاطراف الامامية اكثر قليلا من الاطراف الخلفية، بس في الحصان علشان يقدر يجري بسرعة فتحورت الاطراف الامامية الى اقدام، فبقى ليه اربع اقدام متساويين في الطول. يبقى اقدر اقول كده ان تحورت الاطراف الامامية الى ارجل، اقول لاداء او لتلائم وظيفة الجري، يقدر يجري. ها تمام كده. طيب تعالى كده نشوف نوع آخر من التكيف اسمه التكيف وطبيعة الغذاء. الكائنات الحية علشان تقدر تفضل عايشة لازم تتغذى علشان تقدر تقوم بالنشاطات الحيوية بتاعتها وتقدر تنتج طاقة، تمام؟ طيب كل الأكل اللي بتاكله الكائنات الحية واحد؟ أكيد لأ، ده بيتعدد الاكل، ده في حيوانات مفترسه وفي اكلات اعشاب مش كده، وفي نباتات بتقوم بعمليه البناء الضوئي، يعني اذا الغذاء ما هوش واحد. طب احنا هندرس بس نوع واحد اللي هو التكيف وطبيعه الغذاء في الطيور، نشوف كده الطيور بتتغذى ازاي. هل الطيور برضه بتتغذى على نفس نوع الغذاء؟ اسالك سؤال،
هو الغذاء المخصص للنسر والصقر، زي الغذاء المخصص للعصافير مثلا اللي موجوده اللي انت بتربيها في بيتك؟ اكيد لا. تمام. طيب زي الغذاء بتاع البط والوز؟ لا طبعا، بيختلف. طيب الطيور الجارحه زي ايه كده؟ زي النسر وزي الصقر. تمام. تلاحظ ان المنقار معقوف، معقوف يعني متني كده شويه، تمام، وحاد. ليه بقى؟ لو قال لي علل المنقار حاد وقوي ومعقوف، اقول له لتمزيق لحم الفريسه. طيب تعالى كده نشوف القدم. القدم قلنا بيبقى بص لها اربع اصابع، الأربع أصابع دول ثلاثة أمامية وإصبع خلفي قابل للإنسناء. ليه؟ لإحكام القبض على الفرائس. يبقى لو قال لي الأرجل بها أربع أصابع ثلاثة أمامية وإصبع خلفي قابل للإنسناء، أقول له لإحكام القبض على الفريسة. وده كان نوع من أنواع الطيور. طيب تعالى كده نشوف نوع آخر، الهدهد وأبو قردان. تقول لي آه أنا أعرف إن أبو قردان ده صديق الفلاح، لأن هو اللي بيخلص التربة من الديدان ومن القواقع اللي بتبقى موجودة في التربة الزراعية بتاعته. تمام؟ برضه هندرس فيه حاجتين، المنقار والأرجل بتاعه. طيب شوف منقار أبو قردان، تحس إن هو طويل ورفيع علشان عامل زي الملقط، زي الملقاط. ليه بقى؟ علشان يستطيع إن هو يعمل إيه؟ يلتقط الديدان والقواقع من المية. يبقى لما يقول لي المنقار طويل ورفيع، أقول له لالتقاط الديدان والقواقع. ها تمام كده؟ طيب نشوف كده الأرجل. الأرجل برضه بتبقى طويلة والأصابع بتاعتها دقيقة يعني صغيرة. ليه؟ لأنه طبعا زي ما أنت شايف كده بيمشي في وجود ماء، يعني التربة بتبقى فيها مية. لو الأصابع بتاعته كبيرة ورجليه عريضة، كانت تقدر بقى تغرز في الطين دي ويبقى صعب الحركة أو تقيل الحركة. فأقدر أقول إن الأرجل طويلة ورفيعة تنتهي بأصابع دقيقة. ليه؟ لتساعدها على المشي في وجود ماء، لتساعدها على المشي في وجود ماء. طيب تعالى كده نشوف حاجة كمان، البط والوز. البط والوز برضه هندرس اللي هو الأوز. ها المنقار بتاعه بيبقى عريض وينتهي، خلي بالك بقى، عريض ومسنن من الأجناب. ليه مسنن من الأجناب؟ هو المفروض البطة كده وهي عايمة في المية ممكن تلتقط الطحالب من المية. طب ما ينفعش بقى إن كل ما تيجي تاكل طحالب مثلا أو حاجة تشرب مية معاها، تمام؟ فلازم تعمل عملية ترشيح، ترشيح يقوم لما تاخد الطحالب دي ايه اللي يحصل؟ بيجي معاها مية، فالمية لازم تترشح من الأجناب، علشان كده تلاقي إن المنقار عريض ومسنن. يعني ايه مسنن؟ يعني في سنون كده من الاجناب ليرتشح الماء منه، يعني يخرج الميه ايه منه. يبقى المنقار عريض ومسنن من الاجناب لتساعده على ترشيح الطعام من الماء. طيب تعالى نشوف كده الايه الاقدام بتاعتها. طيب تحس كده ان القدم عامله زي ايه كده؟ زي المجداف بتاع المركب، بها اصابع والاصابع دي موصول فيها جلد زي ما انت شايف كده، زوائد جلديه. عارف يجرى ايه لو البطه ليها اصابع من غير الزوائد الجلديه اللي في النص دي؟ ما كانتش تقدر تمشي في الميه، تمام، مش هتقدر تعوم. لكن ده بقى شكل المجداف بتاع المركب. علشان كده اقدر اقول ان البط والاوز الارجل تنتهي باصابع مكثفه زي الكف كده. ليه؟ لتساعدها على العوم، لتساعدها على العوم. كده احنا خلصنا اللي هي التكيف وطبيعه الغذاء في الطيور. تعال نمسك حاجه كمان، التكيف في النباتات المفترسه. نباتات مفترسه؟ اه خلي بالك انت تعرف حيوانات مفترسه، الاسد، النمر، الذئب، الضبع، دي كلها اسمها حيوانات مفترسه، اللي هي بتلجا للحصول على الغذاء بافتراس الكائنات الحيه الاخرى. لكن في نباتات مفترسه، انت يمكن خدت حته بسيطه من الكلام ده في سنه خمسه ابتدائي، النباتات المفترسه. يعني ايه النباتات؟ كل النباتات
تستطيع القيام بعملية البناء الضوئي، فبتكون حاجة اسمها الكربوهيدرات. الكربوهيدرات يعني المواد اللي تقدر تحصل بيها على الغذاء وتنمو. بس مش كده وبس، النبات بيبقى محتاج لمواد تسمى المواد النيتروجينية اللازمة لتكوين البروتين علشان يقدر النبات ينمو بصورة سليمة. تمام؟ كل النباتات تقدر تحصل على المواد النيتروجينية دي من الهواء أو من التربة أو بمساعدة بكتيريا عقدية زي النباتات البقولية كده. لكن في بعض النباتات لا تستطيع امتصاص المواد النيتروجينية أو النيتروجين ده من التربة نهائي. طيب تموت؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى عمل لها نوع من أنواع التكيف. تعالى كده نعرف يعني إيه كلمة النباتات المفترسة الأول. يعني نباتات خضراء ذاتية التغذية، زيها زي أي كائن إيه؟ حي، زيها زي أي نبات. تمام؟ لا تستطيع امتصاص المواد النيتروجينية اللازمة لتكوين البروتين من التربة، فتلجأ إلى افتراس الحشرات. طيب إيه هي بقى النباتات دي؟ بص بقى يا سيدي، النباتات دي نبات اسمه الديونيا، ونبات اسمه الدروسيرا، ونبات اسمه حامول الماء. أنت شايف الديونيا؟ محتكس حشره بداخله، الاوراق بتاعته بتبقى اوراق مفصليه، لما بتيجي حشره في النص كده الورقه بتقفل، فايه اللي بيحصل؟ بتحجز الحشره دي جواها فتره، فبعد فتره الحشره لوحدها تموت، يعني النبات ده ما عندوش اسنان ولا عنده معده علشان يهضمها. طب بعد ما تموت ايه اللي يحصل؟ تتحلل، ولما تتحلل تنزل المواد النيتروجينيه على الورقه بتاعت النبات، فالورقه تقدر تمتص بكل سهوله المواد النيتروجينيه وتحصل على البروتين اللازم لها. تمام؟ زي برضو بعض النباتات بتبقى ليها اشواك، الحشره وهي طايره تلتصق بالاشواك دي شويه برضو وتموت. تمام؟ وتتحلل والنبات يمتص المواد النيتروجينيه اللازمه لتكوين البروتين لها. مين هي بقى النباتات دي؟ انت عندك ثلاث امثله، الديونيا، الدروسيرا، حامول الماء، هم دول الثلاثه تسمى النباتات المفترسه او النباتات اكله الحشرات. ها تمام كده؟ طيب سبب التحور هنا اقتناص الحشرات وهضمها لامتصاص المواد البروتينيه التي تحتاجها. ها تمام كده؟ طيب نشوف حاجه كمان، التكيف وبيئه المعيشه. يعني ايه التكيف وبيئه المعيشه؟ تعال نشوف اول حاجه كده اللي هي البيات الشتوي. تمام؟ ما معنى كلمه بيات شتوي؟ في بعض الكائنات الحيه ما تقدرش ان هي تستحمل درجات الحراره المنخفضه طول فصل الشتاء، فبتلجا الى الاختباء والسكون طول فصل الشتاء هربا من الانخفاض او لتفادي الانخفاض الشديد في درجه الحراره. يبقى لما يقول لي عرف البيات الشتوي اقول له لجوء بعض الحيوانات الى السكون والتوقف عن معظم انشطتها الحيويه لتفادي الانخفاض الشديد في درجه الحراره. زي ايه كده الكائنات دي؟ زي بعض الحشرات، زي الزواحف، زي الضفادع. تمام كده؟ طيب نشوف كده السلحفاة مختبئة طول فصل الشتاء، بتختبئ وايه بقى؟ وبتبقى في حالة سكون. تمام كده؟ طيب رقم 2، الخمول الصيفي. ما معنى كلمة خمول صيفي؟ قلنا عكس البيات الايه؟ الشتوي. طيب يعني ايه برضه؟ يعني لجوء بعض الحيوانات الى السكون والتوقف عن معظم انشطتها الحيوية لتفادي الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ونقص الماء في فصل الصيف. زي ايه كده؟ تعالى كده نشوف، زي القوقع الصحراوي، زي اليربوع. تمام؟ الكائنات دي ما تستطيعش ان هي تستحمل درجات الحراره المرتفعه. تعال نشوف كده في الصور، القوقع الصحراوي يلجا الى الاختباء والتفادي من الارتفاع الشديد في درجه الحراره في ظل النباتات. تمام؟ اللي موجوده في الصحراء. طيب اليربوع بيحاول ان هو يعمل جحور رطبه جوه الارض في الصحراء علشان يفادي نفسه من الارتفاع الشديد ونقص الماء في الصحراء. ها طيب تعال بقى نشوف حاجه كمان،
هجرة الطيور. يعني ايه كلمة هجرة الطيور؟ هجرة الطيور يعني انتقال طائر من مكان لمكان. طب ايه سبب هجرة الطيور؟ بص بقى، انتقال الطيور من المناطق الباردة الى اماكن اكثر دفئا وضوءا بهدف اتمام عملية التكاثر، زي طائر السمان كده يهاجر من اوروبا ويجي لبلدان اكثر دفئا وضوءا علشان يلاقي غذاء اكتر، يلاقي مكان يقدر يتم فيه عملية الايه؟ التكاثر. يبقى ده زي ايه كده؟ زي طائر السمان، ودي صورة لهجرة الايه؟ الطيور. تمام كده؟ طيب المماتنة، يعني ايه كلمة المماتنة؟ خلي بالك بقى، احنا اتكلمنا دلوقتي على ثلاث انواع من التكيف، اللي هي البيات الشتوي، الخمول الصيفي، هجرة الطيور. طيب في بعض الكائنات الحية مش هتهاجر، مش هتمشي من مكانها، بس بتحاول ان هي تتشبه بالبيئة اللي هي موجودة فيها، زي الصورة اللي احنا شفناها في اول الحلقة كده، اللي هي صورة الفراشة اللي انت قلت مش شايفها قوي. هو فعلا انت لازم ما كنتش شايفها، لانها بتبقى شبه البيئة اللي هي عايشة ايه فيها. تمام؟ في بعض الكائنات الحية تقدر تتلون بلون البيئة او تتشبه بكائنات اخرى، الموضوع ده اسمه المماتنة، قدرة بعض الكائنات الحية على محاكاة الظروف البيئية السائدة، محاكاة الظروف البيئية الايه؟ السائدة، بغرض التخفي من الاعداء او لاقتناص الفرائس في الانواع المفترسة. تمام؟ طيب تعال كده نشوف بعض صور المماتنة. مثال الحشرة الورقية وحشرة العود والحرباء، تعال كده نشوف الأشكال بتاعتها. تبص دي تقول لي يا مستر ده ورقة نبات، أقول لك لا ده مش ورقة نبات، ده دي حشرة تشبهت بلون ورقة النبات، فكده الأعداء ما يقدرش يشوفوها. تمام؟ الطيور اللي بتتغذى عليها ما تقدرش تشوفها، فبالتالي مش هتقدر تصطادها. تمام؟ طيب تعال نشوف كده حشرة العود. حشرة العود دي بتتشبه بلون سيقان النباتات اللي هو اللون البني ده، فتشوفها تقول دي عود او حتة من النبات، لا ده دي حشرة. تمام؟ طيب الحرباء بقى، الحرباء تقدر تتلون بلون البيئة اللي هي موجودة فيها، زي ايه كده؟ زي لو هي موجودة في بيئة زراعية تتلون باللون الأخضر، لو موجودة في بيئة صحراوية تتلون بلون البيئة اللي هي عايشة فيها اللي هي الرمال، وتتلون باللون الايه؟ الأصفر.